مساء الخير. الظروف الاستثنائية اللي يعيشها العالم حدت من تواصل البشر مع بعضهم البعض، توقفت الزوارات واللقاءات. هذه الأزمة اللي نعيشها واللي بتعدي بإذن الله عطتنا الكثير من الدروس، وأهمها التعبير عن مشاعرنا، عن أهمية وجود أهلنا وأصدقائنا في حياتنا. الكثير من الناس ما تعودت أنها تعبر عن حبها أو اشتياقها لأهلها أو لعيالها، لكن أعتقد هذه الجائحة كسرت حاجز الصمت وخلت الكل ينطق باللي يحسه من شوق ولهفة للأيام، للأصدقاء، للأهل. إن شاء الله بتنتهي كورونا، جائحة كورونا، وبنرجع نلتقي على المحبة والتقدير. حياكم الله في الرأي. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ الشغف، رغبتي المتواصلة في أني أرسم لوحات ما تنتهي، لكن حلم وشغف كل شخص ممكن ينتهي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا مريم، أعاني من نقص المناعة، الموضوع اللي يخلي انتقال الفيروسات لي سهل إذا اللي حواليني ما أخذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ التصوير لما يوثق لحظاتنا الحلوة، لكن كل هاللحظات ممكن تختفي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا أبو أحمد، أعاني من أمراض مزمنة، الموضوع اللي يسهل إصابتي بالعدوى إذا اللي حولي ما خذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك. مجلس أمانة العاصمة له دور كبير في مواجهة فيروس كورونا من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية، سواء على صعيد الأمانة أو على صعيد العمل الميداني. للحديث حول جهود مجلس أمانة العاصمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، معنا المهندس صالح طرادة، رئيس مجلس أمانة العاصمة. نرحب فيك، حياك الله أستاذ، ونورتنا، شكرا على وجودك. الله يحييك، الله يطول عمرك. طبعا أول شيء أنا أنتز مناسبة كوننا على أبواب شهر رمضان، أنا بارك القيادة الرشيدة والحكومة والشعب من هالمناسبة السعيدة. يعني بالنسبة للأوضاع الاستثنائية، طبعا احنا مجلس أمانة العاصمة من المؤمنين باستخدام التقنيات، قناة التواصل، وعلى بالنسبة إلى يعني المواطنين والمقيمين بطريقة تعاملهم معانا. في نفس الوقت إجراءات العمل الموظفين، يعني بيننا احنا وبين الموظفين المجلس، تتم عن طريق استخدام التقنيات. فاحنا عندنا بنفصل ان شاء الله. اوكي، بس خلي انا في البداية مهندس صالح اسألك، تأثر عملكم؟ والله احنا انا احس ان يعني اذا تأثير فيه تأثير قليل يعني، بس الحمد لله الكل يعني مجتهد ومواصل ومثابر، والكل يدرك يعني. نعم. فما أحس أنا يعني في ذاك يعني التأثير الكبير يعني. الحمد لله إحنا مواصلين على جميع الأصعدة. العمل مستمر. نعم أكيد. شلون تتابعون أنت الآن؟ ذكرت لي تقنيات معينة. نعم. أنت وظفتوها أعتقد. نعم. عطى تفصيل أكثر. تفصيل بالنسبة لاجتماعات اللجان تتم عن طريق الاجتماع الاتصال المرئي. حتى اجتماع المجلس أمانة العاصمة أول أبريل كان أول جلسة كانت عن طريق الاتصال المرئي. والاجتماع السابق تاريخ 15 أبريل بعد كان. فيعني الحمد لله احنا محظوظين ان الموظفين والأعضاء يعني متأقلمين على هالنوع من العمل ومواصلين، يعني ما في ابدا اي مشكله، وحتى المقررين ويعني يقومون بعملهم باكمل وجه. وعندنا بالنسبه الى
المراسلات اللي بيننا وبين الجهات المختلفة، مثلا سعادة الوزير أو الوكيل أو الجهات الأخرى مدير عام أمانة العاصمة، نقوم عملية إرسال جميع. إذا سمحت لي مهندس صالح، إحنا الآن قاعدين نشوف مجموعة من الصور. إذا تشوف معانا، أنا ملاحظ أن في فرق، الله يسلمك. أي نعم، صحيح. هذا اللي نبغى نتكلم عنه هو بالنسبة إلى هذه موظفين ولا متطوعين؟ لا متطوعين، هذه لا متطوعين. ممتاز، جميل. نعم. متطوعين. أي هذه الله يسلمك. الموضوع هو له علاقة بتطوع الأهالي في العكر والمعامير وسترة في سد النقص اللي صار عندنا فترة من الفترات بالنسبة إلى أعمال الكنس، يعني بالنسبة لعمال شركة النظافة. فيعني احنا يعني نشكرهم ونقدر اعمالهم اللي يقومون بها. ورحت انا مع مدير عام امانة العاصمة توجيه سعادة الوزير لشكر الاهالي على ما يقومون به يعني. وهذا الشيء طبعا يدل على البحريني ومعدن اصيل. احسنت. والتكافل الاجتماعي هذا. نعم. ولاحظنا منهم الحماس وأنهم مستعدين، ليس فقط أن الخدمة منطقتهم، يعني يبغون يخدمون أي منطقة بالبحرين. جميل. وروح معنويتهم قوية يعني. ممتاز. وهم مستعدين، يقول لك أنت ما عليك من العدد، أنا أي عدد أقدر يعني يجيني ما في مشكلة. جميل. فهذا الشيء سر النفس. نعم. يعني لو بسألك مهندس صالح، اليوم أنتوا كيف تشاركون الدولة جهودها، أنتوا كأمانة عاصمة كيف تشاركون الدولة جهودها في مكافحة فيروس كورونا؟ طبعا احنا ملتزمين بجميع التوجيهات اللي تصدر من الفريق الوطني بالنسبة إلى الثبات الاجتماعي، بالنسبة إلى الكمامات، بالنسبة إلى الموظفين اللي يجون المجلس. فكل الأمور الإرشادات والتوجيهات احنا ملتزمين بها. في نفس الوقت بالنسبة إلى المراجعين اللي يجون المجلس، سواء إلى نحن ولا إلى أمانة العاصمة، في فترة معينة يعني يقدرون يتواصلون ويانا. وحنا نشجع التواصل عن بعد، عن الإلكتروني. احنا المجلس أمانة العاصمة محظوظين ان عندنا على المنصة الإلكترونية، منصة الحكومة الإلكترونية، عندنا تواجد يعني عن طريق تواصل. في نفس الوقت اي واحد يقدر يتصل فينا عن طريق الواتساب، التليفون، بالإيميل. يعني جميع الطرق يعني متوفرة بالاتصال والمتابعة الأمور هذه يعني. جميل. أيضا الجانب المعنوي مهم. نعم. أستاذ صالح، في شنو يتمثل دوركم التوعوي؟ احنا طبعا بالنسبة إلى ناخذ موضوع النظافة، حسب ما تعرف أن كان في قانون النظافة صدر رقم 10 لسنة 2019، صدر في مايو العام الماضي، وبعدين اللائحة التنفيذية صدرت في نوفمبر 2019. نعم. طبعا في حملة اسمها همتكم معانا، هذه قامت بها أمانة العاصمة ونشرت بوسترات في جميع الشوارع. واحنا الحين راح نعيد الحمله مره ثانيه، لان الحين الوقت نحس ان احنا مفروض الكل يتساعد على اساس ان تطبيق القانون النظافه مع اللائحه الداخليه. بالنسبه الى يعني مساعده المواطنين والمقيمين. الجميع يعني خاصه في الظروف الحاليه هذه، احنا اللي قاعد نشوفه ان الكل مهتم بموضوع النظافه. رسالة أخيرة توجهها. رسالة أخيرة أن طبعاً إحنا نبغي يستمر هالظرف اللي صار، نبغي الأهالي يستمرون بالنسبة إلى موضوع النظافة اللي هو وضع القمامة في الحاويات. إحنا ودنا هذا الموضوع يستمر. ومناشدة أخرى أن بالنسبة إلى الأهالي والجمعيات. نعم. الأهلية. أنا أعتقد في مجال ينسقون ما بين بعضهم، لأن في بعض المناطق في عندهم اكتسبوا خبرة كبيرة وعندهم معدات وعندهم طرق ممتازة يعني قدروا يتعلمون. فاحنا نقول ان احنا ليش ما يوصلون هالمعلومات حق الجهات الاخرى. على سبيل المثال يعني منطقة العكر والمعامير وسترة، يعني يقدرون يعطون بعض المعلومات الى مثلا منطقة النعيم. نعم. لان اليوم يعني معظم المناطق العاصمة كلها تقوم بعمليات يعني متابعة امورهم وماخذين الامور على عاتقهم هم. طبعا صحيح. من ضمن التوجيهات اللي تقوم بها الدوله بالنسبه للتباعد، بالنسبه الى لبس الكمامات والوقايه يعني، فهم انا اعتقد في مجال انهم يتعاونون ما بينهم هم. نعم. على اساس ان الكل يعني يساعد بعض، وان شاء الله الله يحفظ البحرين وهنه، وان شاء الله يكون هذا يعني الوباء
يعني نقضي عليه وترجع الحياة إلى طبيعتها، والكل يعني إن شاء الله، ومثل ما تعرف رمضان على الأبواب ونحن الكل يحتاج بشر خير إحنا بهالشهر إن شاء الله. أكيد أكيد بإذن الله إن شاء الله. ما قصرت مهندس صالح. مشاهدين باسمكم نشكر المهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة كل الشكر والتقدير لجهودهم، نتمنى لهم التوفيق. هذا الجهود اللي تقوم عليه مختلف الجهات في الدولة ما وقفت عند حد معين، وما سمحت يعني الظروف الاستثنائية أنها تحد من أثرها، والمقترحات مستمرة وموجودة، ونقول لكل من يعمل بجد وإخلاص في هذه الفترة يعطيكم العافية وعساكم على القوة. ننتقل معكم مشاهدينا إلى الفقرة الثانية، الكمام. اليوم بالنسبة للبعض ما عاد حاجة ملحة، بل شكل من أشكال الترف اللي لا يعترف بكورونا. أشهر الماركات العالمية نشوفها محمولة على وجوه الناس وكأنهم حاملين شعار بالجمال والأناقة بنحاربك يا كورونا. هل هذا الأمر إيجابي أم سلبي؟ للإجابة على هذا السؤال معنا في الاستوديو ندى العلوي، ولكن بعد هذا الفاصل. ماركة الندى ماركة بحرينية اشتهرت بتميزها في المبدأ اللي تقدمه من خلال ترويجها للوحات الفنانين البحرينيين على منتجاتها، مثل السكارفات والعبايات والمعاطف وغيرها من المنتجات المختلفة. وبما أن العالم كله اختلف بعد جائحة كورونا، صار التفكير بالنسبة لماركة الندى في تقديم شيء يتناسب مع هذه الفترة وممكن يفيد الناس في هذه الظروف الاستثنائية. فأنتجت الندى كمامات مختلفة، وذلك نظراً للطلب المتزايد على الكمامات. التفاصيل بنشوفها من خلال الفقرة القادمة. حياكم الله من جديد. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستديو مثل ما ذكرنا لكم قبل فاصل ندى العلوي، صاحبة محل الندى اللي تبنى مؤخرا تصنيع أشكال معينة من الكمامات اللي طبعت عليها لوحات لفنانين تشكيليين بحرينيين. مساء الخير، حياك الله، شكرا لوجودك. أهلا وسهلا، مساء النور، وشكرا على استضافتنا اليوم. بالعكس، واجب علينا. بداية الكمامات اللي تسوونهم أنت، هي بالفعل تشكل حماية مفيدة بالنسبة لأصحابها؟ قبل ما أتكلم عن الكمامات، أنا أبي يعني أخذ فرصة وجودي هنا أشكر الحكومة الرشيدة والقيادة الرشيدة في كيفية مواجهتها يعني فيروس كورونا في هالوقت، لقيادة سمو الأمير سلمان، لأن يعني فعلا إحنا المجتمع البحريني كله ما راح ينسى هذه الوقت دي، وراح نعرف إن إحنا الحكومة كانت واقفة معانا بكل اللي تقدر عليه فعلا. جميل. وبعد يعني واللي يزيد عليه حتى في النخير بعد جات لفتة أخرى طيبة من سمو الشيخ ناصر، فمشروعين يعني في مملكة البحرين يرونك
القيادة ووعي الناس والاهتمام أن الكل واقف مع بعض. وهذه المهمة، وإحنا هدفنا أصلاً في هالمشروع اللي سويناه أن إحنا نساهم بطريقة ما في الحماية والحد من انتشار الفيروس. جميل. سألتني السؤال الأول، هل الكمامات تحمي؟ الكمامات اي نعم، هي تحمي من العوامل البيئية. احنا قمنا سويناها طبعا، هي طبقتين من القطن. هو تبين هي خفيفة ومثل ما يقولون قابل للتنفس، وهاي شيء زين. بس احنا بس خن الكاميرا، كاميرا 3 يعني مو بس كذي، احنا مختارين نوع من القطن. الديزاين هذه احنا، لان انا عندي معلومه ان انتم سويتوا كمامات وطبعت عليها لوحات بحرينيه، الحين هذا الديزاين شنو الديزاين؟ هذه ارت ورك حق فنانه اسمها اميره بهبهاني. اميره فنانه اكشلي من الكويت. من الكويت. بس العملين الباقيين حق فنانين بحرينيين. زين. فعشان اكمل جوابك، ان احنا مسوينا من طبقتين من القطن، وكل طبقه بحد ذاتها يعني 38 جي اس ام، فهي الطبقه الواحده تكون ممتازه، بس احنا مسوينها دبل لاير. غير ذي احنا اتبعنا ارشادات بس نستعرضها اللي خليك على الكاميرا. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هي الكمامة اكشلي تيب بهالطريقة مفتوحة. نعم. لان احنا نتكلم ونعطي الدليل. ان شاء الله. اي. يعني احنا مسوينها بهالطريقة دبل، مسوين القطن دبل لاير. بس يعني عشان يكون سهل في الغسل وعادة الاستخدام. احنا يعني هاي كان هدفنا، ان احنا نسوي منتج او نسوي شيء ممكن انه مو ديسبوسبل، مو يلبس وينقض، يكون كوستلي يعني مكلف. انت تكلف البيئه لما تستخدم شيء ديسبوسبل، وبعدين انت تحرم فئه تحتاجه من يعني بالذات الفئات الطبيه هي اللي تحتاج الديسبوسبل ماسك. خلينا نوه حق شغله حق المشاهدين. احنا مشاهدينا يعني اليوم احنا مو بصدد الترويج لاي منتج، احنا نعتز بكل المنتجات البحرينيه بلا شك، لكن احنا اليوم احنا بني وبتشوفون ان شاء الله خلال الحلقه بنفصل اكثر، احنا بنشوف هل بالفعل هذا شيء تجاري، هل في نوع من انواع الاستغلال، هل هناك من يتاجر بهذه الازمه. هذه هو الغاية، هذه هو الهدف من هذا اللقاء، وإحنا إن شاء الله جايين، والله يعين على ضيفتنا ويعين ضيفتنا علينا إن شاء الله. آسف قطعتك بس كان لابد من التنويه. طيب واصل يس. إيه ضعت في حبل أفكاري، بس مثل ما قلت لك هي طبقتين من القطن، يعني فهو خام طبيعي 100%، يمكن إعادة استخدامه، وإحنا اتبعنا ما نشر من المواد التوعوية اللي طلعتها الحكومة بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا. فاحنا اتبعنا هاي الإجراءات الوقائية الموجودة في تصنيع ويعني هاي الكمام. لو أنا بسألك الحين شنو الفرق بينها وبين الكمام الطبي أو الجراحي إذا جاز التعبير؟ الفرق بيننا وبين الكمام الثاني الجراحي إن إحنا هذه نسيج. هو مادة طبيعية منسوجة، ونسميها أو technical term it's woven، يعني لما نقول نسيج هو بهالطريقة متداخل. نعم. الكمام الثاني الجراحي هو تكون مادة synthetic غير طبيعية، وبعدين هي لبسة واحدة وينقط، يعني ما تقدر تعيد استخدامه، يفضل أنك ما تعيد استخدامه، ما تقدر تلبسه مرة ثانية، ما تقدر تغسله. بعدين الشيء الثاني إن إحنا ما حاطين فيه أي لاستيك ولا حاطين فيه أي أسيام، فما في أي عراقيل أو مواد غير طبيعية. أنت مع الاستخدام لا ننسى أن إحنا الأشياء الديسبوسبل عندنا مشاكل ثانية بعد القمامة وتكاثرها، فهذه أنت لما مع استخدام الماسكات الثانية اللي ما تقدر تغسلها تكون مشكلة ثانية في البيئة نفسها. مشكلة نفايات. إحنا هاي كان هدفنا أن إحنا نسوي شيء اللي يلبسه ممكن انه هو يعيد استخدامه على طول على طول على طول. قلتي خام طبيعي، لا اسم ذي الخام شنو؟ قطن. هو قطن. قطن 100%. هو قطن، احنا حاطين فيه شوي، يعني احنا في الندى مشهورين في الحرير، لكن حق هل المشروع ذي استخدمنا وكرسنا اللي موجود عندنا من القطن، وفي نسبه بسيطه من الحرير علشان يعطي نوع من القوة ويعطي متانة ويعطي شوية مثل ما يقولون صلابة في الألوان أو قوة في الألوان. ترى إحنا بشكل عام نفتخر بكل منتج الله بحريني. يسلمك. الله يسلمك. بكل الجهود البحرينية، بكل المبدعين اللي مثلك وشرواتك. شكرا. إحنا اليوم جايين نحتفي بهذا المنتج ونطمن الناس أيضا. أينا. ونقول لهم إنه صحيح في هناك من يستغل، لكن مو الكل. وبعدين هاي شيء حق ناس غير، يعني كل واحد هو يختار اللي يتناسب معاه ومع احتياجاته. واللي هو يعني
يتوقع انه يناسبه. نعم. انا هاي اللي اقوله، ان كان الكمام مالنا يكون حق ناس عندهم مثلا توجه فني، يبون يختارون شيء يعيدون استخدامه، يبون خامه طبيعيه. نعم. لان اللي موجود في السوق يعني للاسف مو كل شيء يكون من خامة طبيعية. وحتى على السكن، أنا شفت حتى في جريدة الأيام أحد الأطباء ذكر أن أفضل أنواع الكمامات هي الكمامات القطنية. فيعني في تنسيق بينكم وبين وزارة الصحة أو أي جهة طبية أخرى؟ إحنا اللي اتبعناه في يعني تصميم الماسك هو المنشورات اللي انحطت حق الكل وتوزعت من قبل الحكومة حق الكمامات الطبية أو الكمامات اللي ممكن تلبس، بالذات لما صار الموضوع إلزامي. إحنا اللي يعني كان أحد أهدافنا إن إحنا نساهم بطريقة ما في المجتمع ونحاول نسد جزء من النقص الموجود، لأن مثل ما كلنا عارفين هو ليس نقص في البحرين فقط، هو نقص على مستوى العالم. والدليل إن إحنا قاعدتينا طلبات من أمريكا ومن إسبانيا والبرتغال ومن دول الخليج، فالنقص عالمي وليس بس عندنا إحنا. اللي هو بخاخ، سبراي بخاخ. لا لا، النقص في الكمامات ايضا. لا بس اقصد لك السبراي بخاخ، قاعده اترجم. اوه. طيب لو بسالك انا، المنتج ذي اي نعم خضع لشكل من اشكال الاختبار؟ اي احنا سوينا في كذا اختبار. انا اقول لك ابسط طريقه، يعني احنا لما ني هو المفروض انه يقينا من الرذاذ، صح؟ صحيح. انا بكل بساطه حطيته على يدي ويت رشيت عطر. الحين هاي تست سهل اي احد يقدر يسويه في البيت، صح؟ انا رشيت عليه عطر ورشيت عليه عطر ورشيت عليه، يعني اضطريت ارش فوق الخمس مرات عشان يلا يلا احس ببروده، عرفت؟ على اساس انك انت فانت المفروض اصلا انك عقب ما تلبسه تروح تغسله في نهايه اليوم او تعقمه بطريقه ما، ان كان بستيم ان كان بالغسل. فاحنا جينا اختبرناه، سوينا له عده اختبارات يعني، وبالذات في الفتره ذي انت تعرف صارت الحاجه بسرعه، ويعني كنا محتاجين احنا شيء نقدر نتعامل مع الموضوع ذي بسرعه. نعم. فائقه. نعم. زين استاذ، احنا يعني بنش في موضوع ثاني الان. ايه؟ يقول لك الوقت مو وقت ان يعني تحاكي ماركه عالميه او ايه؟ تحط لي صوره فنان بحريني او خليجي، انا ابي شيء عملي. اي هو هاي وجهه نظر. ايه؟ هو هاي وجهه نظر وانا اتفق معاها. نعم. بس انت لا تنسى ان احنا في فتره خوف وهلع، زين؟ وفي بيت شعر احب اقوله على اساس يتجاوب مع هاي الفتره، يقول لك اعلل الحياه اعلل الحياه بالامال. لحظه نسيته، احتاج اشوفه لان سجلته من كثر ما عجبني. اعلل النفس بالامال ارقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. اللي إحنا قاعدين نسويه في هالفترة هو فسحة الأمل. يعني هاي بيت الشعر أنا أحبه بس ما أحفظ منه إلا الجزء الثاني، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نعم. كنت أحتاج شوية مساعدة في الجزء الأول. بس أنت ما عليه، إحنا صدق في وضع صعب وفي وضع مؤلم، يعني إحنا قاعدين نعيش في خوف ورعب. شي يصير لو شوية لطفناه؟ شي صار لو احنا زيناه وعدلناه؟ يعني هاي الفن هو وسيله ان احنا نخاطب الناس فيها، ان احنا نشاركهم مشاعرنا. فانت اليوم لو تبتسم حق احد ما يشوفك، بس يقدر على الاقل يعني يشعر بعيونك، يشعر باللي انت لابسه، بالامج مالك. فاحنا اللي قاعدين نسويه فسحه الامل هذه، وهاي مساهمتنا احنا بطريقتنا يعني. يعني احنا هو يفترض يعني. أيه. تاكيدا على كلامك ان الحياه تستمر. اي صح، ناخذ احتياطاتنا، ناخذ اجراءاتنا الاحترازيه، ولكن الحياه تستمر. ومو بس كذي يعني. انا اقول لك ان شاء الله عقب هالازمه، انا احد قال لي صراحه انا ما فكرت فيها، بس قالوا لي هذه عقب ما يخلص الفيروس الكورونا بنتذكر ذي انه هو سوفينير على الاقل، ان احنا عندنا شيء نذكره بعدين، باكر نقول حق عيالنا حق احفادنا ان احنا مر علينا وباء وهذه، او يشوفونه يسالون شنو ذي. فهاي الكمام اللي لبسناه في هاي الفتره، يعني ما حد يحب يتذكر هالوقت السيء، بس اذا انت تقدر تتذكره بشيء بسيط يعني بطريقتك الخاصه يعني. صحيح صحيح. ويمكن تستمر حتى كموضه.
ما أدري يعني، أنا أتمنى إنه يخلص الوباء ذي، أتمنى إنه يروح بالعكس يعني، وأتمنى الحياة ترجع إلى طبيعتها بالعكس. إحنا ما سوينا هالشيء إلا تماشيا مع الاحتياج الموجود يعني، ولا إحنا اللي نبي ناس سعيدة ونبيها مستانسة. والله بالعكس يعني هذا شيء يقدر لكم للأمانة وإحنا نعتز به. طيب إحنا ذكرنا أيضا في سياق الحديث إن أنتوا طبعتوا بعض اللوحات لفنانين بحرينيين وخليجيين، ممكن ترون لنا نموذج وتقولين لنا شنو الفكره والغايه من ذي؟ انا يعني بقول لك احنا اخترنا في الوقت الحالي ثلاثه من الاعمال اللي موجوده عندنا في يعني من الاقبشه القطنيه في الندى او من الشالات القطنيه اللي حولناها الى هالكمامات. الحين معي هاي حق فنانه بحرينيه اسمها مريم ناس، بس على كاميرا 3. اي اوكي، هو يجي في علبه كذي لان احنا عندنا ستاندرد في البرزنتيشن، فهي طبعا هاي العمل الفني اسمه واسم الفنان وشنو القصه، ويون ثلاث كمامات بهالطريقه محطوطين وملفوفين، ولما ينفتح ها اوكي العمل مطبوع على شيء اتاتشد يعني وياه، صاير صح مرفق وياه ولا على الكمام نفسه؟ لا هو نفسه هاي القماش اي موجود العمل فيه، بس العمل الكامل هاي شكله. فالايه مثلا ثلاثه اجزاء مختلفه، فتقريبا أوكي. الواحد يكون عنده ما يكون عنده شكل واحد، نعم. يكون عنده ثلاثه اشكال من نفس العمل. نعم. طيب انتوا قمتوا ايضا بتخصيص جزء من يعني ريعكم لصالح الاعمال الخيريه، نعم. صحيح. احنا الحمد لله الحمد لله يعني، لان هدفنا في البدايه كان ان احنا نساهم ونساعد المجتمع في هالفتره، وهاي كان شيء يعني من بدايه ما صار الـ يعني صرنا نشتغل من البيت او من بدايه موضوع الكورونا، كان انا يشغلني كيف احنا ممكن نساهم بطريقتنا يعني في مساعده المجتمع. فكانت هذه الـ يعني هاي المشروع زائدا ان احنا نخصص جزء من ريعنا حق مساعده احدى الجمعيات اللي تدعم الاسر المحتاجه. جميل. فاحنا حاليا خصصنا 25% من الريع حق الجمعيه النسائيه الدوليه، وايضا يعني باللي نقدر عليه راح نساهم في حمله فينا خير، لان فعلا هاي شيء يخدم البلد بكبرها يعني، وما نقدر نقول يعني او نوقف انه هو فعلا برنامج يساعد المجتمع ككل والبلد ككل. كل التوفيق لجهودكم الداعمة للدولة، لجهودكم الخيرية. يصير اقول شيء ثاني بعد يعني، انا اللي حلو لما اشوف لستة الناس اللي اقتنوا الماسكات، شفت اطباء وممرضات، فلو كان عندهم اي نوع من الشك ما كانوا اقتنوا من عندنا. بس انا اعطيكم نصيحة بعد، يا ليت ان حتى الاختبارات اللي انتم تسوونها على هذا المنتج تعرض من خلال حساباتكم الشخصيه. إيه انا طبعا اللي احنا قاعدين نسويه ان احنا على طول عندنا صفحه في موقعنا فيها كل الاسئله، اي وقت يجينا سؤال حتى مسألة الاختبارات يعني احنا اللي قاعدين نسوي كل ما يجينا سؤال نحاول ان احنا نرد عليه. يجينا سؤال واحد نروح الموقع نحطه على اساس انه هو اذا شخص واحد سال هالسؤال فيمكن في 5 أو 10 عندهم هالسؤال مترددين انه يسالونه. فموجود في موقعنا صفحه كامله فيها كل الاسئله اللي تتعلق حول الماسكات، شلون نصنعهم، شلون نسويهم، ايش كثر وقت يحتاجون، شنو نوع القماش، فموجوده هاي الصفحه موثقه. توفيق ان شاء الله. وانا احاول يعني من خلال التواصل الاجتماعي اني احط اجاوب هالاسئله بعد. اي حتى مساله الاختبارات، اختبار المنتج. في الانستغرام يعني نحاول كل ماله نحط وبتقل حتى عندكم الاسئله وبتشكريني. لا شكرا، هاي 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 نقطه ممتازه. موفقين ان شاء الله. الله يسلمك. مشاهدينا احنا باسمكم نشكر الاستاذه ندى العلوي صاحبه محل ندى، شكرا لها على وجودها. مشاهدينا هذه ايضا نوع من انواع الجهود لابناء البحرين اللي يحاولون من خلالها المشاركه في التصدي لجائحه كورونا، وكل على طريقته. فاصل وراجعين. عودة لكم من بعد الفاصل. شلون أثرت أزمة كورونا على الأسر البحرينية؟ كيف كان أثرها على الحياة الزوجية عند الكثيرين؟ بنعرف من خلال ضيفتنا لليوم الأستاذة إيمان الفلة، مدربة أسرية في مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري. مساء الخير. مساء الخير. شلونك؟ الحمد لله، الله يسلمك. من 2017 التقينا فيك وكنا نتكلم عن العنف الأسري.
نعم. شلون أثرت الأزمة اليوم على الأسر البحرينية؟ أزمة كورونا شلون أثرت؟ طبعاً أزمة كورونا أثرت على مجمل الحياة، أثرت على الأشغال، أثرت على البيئة، أثرت على المجتمع صحيح. بشكل عام، والأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، فطالها هذا التأثير. طبعاً كان في تأثير سلبي وفي تأثير إيجابي. مو موضوعي السلبي، لأن أساساً الناس مكتفية من السلبية، نعم. والأخبار اللي توتر والأخبار المخيفة وحالات الوفاة وحالات الإصابة، فالناس أوردي كان يعني في حالة توتر. فأنا حابة أركز على الجانب المخفي من كورونا في الأسر البحرينية. يعني في شنو تمثل هذا التأثير؟ الإيجابي طبعاً هو صارت نقلة في الحياة من وإلى، يعني برنامج يومي إحنا ماشيين عليه، روتين يومي انقلب رأساً على عقب. فبين الوضع اللي كنا فيه في حالة استقرار إلى الحال اللي الحين في حالة طوارئ، هذه المنطقة كلها تسمى ضريبة، إحنا بندفع ضريبة معينة. ولكن أنا أختار أن أنا أدفع ضريبة 10 دينار، غيري يختار يدفع ضريبة 100 دينار. أوكي؟ شلون أن تختار أن تعيش في الحالة السلبية من التأثير أو الحالة الإيجابية؟ فشلون أثرت من استعرض بعدين بعض التجارب الحية. اليوم بنركز على التجارب، بنركز على التجارب الحية. نعم. بس الأطفال، الأطفال نصيبهم من هذا التأثر الإيجابي، خلينا نقول الأطفال. الأطفال طبعا البيئة اللي كانوا فيها، مثلا البيئة اللي فيها عنف، الطفل في بيئة يعني قنبلة موقوتة، وجت كورونا وبقعدة البيت وبالحبسة والحظر المنزلي، يعني الله يعينهم على الوضع اللي هم بيكونون فيه. الأطفال اللي في بيئة سليمة وجت أزمة كورونا ولمت العيلة، رح يكونون في وضع إيجابي، ويمكن هذه ثمرة إلى بكرة المستقبل يستثمرون فيها. خلينا ندش احنا في الحالات اللي تأثرت بشكل إيجابي أو اللي أثرت عليها الجائحة بشكل إيجابي. أوكي. نعم. طبعاً الحياة مو وردية أستاذي. نعم. في حالات كثيرة عنف أسري طالها التأثير كورونا وجلسة البيت والحظر المنزلي، ولكن أنا ودي أركز على الجانب الإيجابي اللي يعطي الناس أمل بأن ترى يعني كل وراء كل يقولون على قولتهم أن الخير الخير في باطن الشر، يعني اللي هنشوفه احنا العام انه شر ولكن هو داخله قد يكمن الخير في الشر. بالضبط. نعم. وانا دائما امشي واقول ان كل ازمه في لها وجه سلبي وايجابي ووجه مفيد، يعني اعطينا حالات. ابدا بالحالات. نعم. الحالات كانت في حاله عندي تحب ذاك الزوج وتقدسه بدرجه كبيره، حب اقتناء الزوج. بالضبط. تبي دائما، يعني مشكلتهم الاساسيه كانت شنو؟ ان زوجي ما يقعد معي، ما يقعد يمي. أوكي. يا سهر يا سفر. فكانت متألمه نفسيا، وكل احساسها بالسعاده ربطت لنا بوجود هذا الزوج يمها. جاءت ازمه كورونا، اعطت هي هذه الفرصه على طبق من ذهب. أنا كنت دائماً أقول لها ترى السعادة لا في الالتصاق ولا في الابتعاد، شيء متوازن، الحياة توازن. فهي كانت لا، أنا عندي بالنسبة لي أن الحب والزواج هو يعني الالتصاق والامتلاك. جاءت هذه الفترة فكانت صار الالتصاق، صار الاحتكاك، صار القرب اللي هي تبيه. اتصلت فيني قالت لي أستاذة أبي مساحة. لا. أحتاج مساحة. اقتنعت تماماً، تغيرت نظرتي 180 درجة أن الزواج ليس اللي كان في بالي. الحب مو اللي هو لازم يكون 180 درجة قاعد معي. وبعدين الزوج كل ما كان بعيد كل ما كان أحلى. جريب. أيوة. هو مو زين، مزعج. بس هي هذه القناعة لو ما صارت في هذا الموقف ما كانت بتوصل لهذا القناعة. فتقول تغيرت مقاييس السعادة عندي. بدل ما هو الزوج اللي دائما بيكون يمي هو الزوج الجميل في عيني. نعم. الحين صار حتى بوجود مساحة إلي ومساحة إلى إحنا حياتنا. جميل. جميلة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية. الحالة الثانية. الحالة الثانية كانوا زوجين على وشك الانفصال. طلاق. خلاص. أوكي. طلاق.
الزوج كان متزوج واحدة ثانية وكانت بينهم شد وجذب ويعني خلنا نقول الغيرة والكرامة الأنثى، فكان خلاص إنه وصلوا إلى مرحلة طلاق. جاءت الهدنة زمن كورونا، جلوس الرجل في البيت خلى تكون في مرحلة هدنة بينهم، إن تفاهم، وضع حدود، وضع أهداف، وضع، وصلوا إلى قناعة إن أنت زوجتي، أنت أم عيالي، أنا حتى لو تزوجت واحدة ثانية أنت بتبقين. بالكلام الحلو، بالقعدة في البيت يعني احتووا المشكلة، وصلوا إلى مرحلة إن إحنا تراجعنا عن الطلاق. جميل. يعني إحنا لما نتكلم مشاهدين ونقول إن كل أزمة يعني لها وجه مشرق، لها وجه إيجابي ومفيد، إحنا ما نقول الكلام مثالي، هذه حالات والأستاذة متخصصة ومرت عليها وعنده المزيد أيضا. وأيضا نعم. حتى التأخيرات اللي صارت في المحكمة وكل الطلب أونلاين وكذا أخر هذه الأشياء في الطلاق، فبعض الناس الإيجابيين قد تطرأ عليهم هذه التغييرات وتكون بمثابة أنه نرجع الى بعض، بدل ما يعني كانما رساله من الله ان بدل ما نفترق اي فخلنا نرجع الى حياتنا. هذه الحاله الثانيه. الحاله الثالثه ان كان الزوج مده سنه كامله كان مطالب من قروض وتقاعد، وزادت ازمته في التقاعد ان التقاعد الاختياري، فزادت عليه المسؤوليات تقول للزوجه ان كانت بالنسبة لنا أزمة كورونا، إن الناس تشوفها أزمة، إحنا كانت لنا بالنسبة انفراجة. تقول زوجي من سنة ما شفت ابتسامته ولا شفت ضحكته في البيت. طبعا إحنا يعني أسرة مركز بتلكو إحنا نشكر القيادة الرشيدة اللي أخذت إجراءات مهمة، يعني شالت عن كاهل العوائل عبء كبير، منها القروض اللي تأجلت 6 شهور، الكهرباء، فتقول هذه كان على وشك إنه ينسجن بسبب القروض اللي عليه. فستة الأشهر هذه اللي جت تقول قعد في البيت وشفناه إنسان ثاني ولمة العيلة بسبب هذا الإجراء اللي أخذ في زمن كورونا. فرب ضارة النافعة. رب ضارة النافعة. فالناس تشوفها إنه يعني قعدونا في البيوت ومتألمين وغيركم قاعد تنفرج عليه وتنفتح عليه وإن شاء الله تنفتح على الجميع. الحالة الرابعة زوجة كانت شكاكة، تشك في زوجها في الرايحة وفي الداخلة. جت كورونا، قعد الريال في البيت، الطالعة سكناته، قومته، قعدته، تراقبه عن قرب، شافت انه بالعكس هو يعني هذا الوقت اللي هي قاعده فيه معاه عاطي بيته حقه، اولاده حقهم، كل الامور طيبه. فقالت انه كنت احتاج الى هذه الفتره ان اكون في امان ويكون موجود معاي. فبدات ان هي تخفف غيرتها وتخفف شكها وان هي تستقر في بيتها. اخر حاله بستعرضها. تفضلي. في مجال اخر حاله اللي هي حاله كانت الزوجه عندها الحضانه 3 ايام بالنسبه للولد، والزوج كان يقتتل ويا الزوجه على هذه الحضانه ويا هذا الولد الى درجه انه كان عادي يدخل زوجته التوقيف لما كان تتأخر في التسليم، كان يوقفها، كان يعني حالة مأساوية يعني بينهم، وكل هذا اللي يدفع ثمنها من الولد، إلى درجة كان مرة يقول لي دخلوني دار الأمان ولا تودوني إلى البابا، وأنا أبا ظلي الماما، فليش ما تخلوني؟ جت الكورونا، من وقفوا المدارس الأبو ملح في الصداب، المدارس متوقفت اليوم كم فترة؟ تقريبا من كم شهر وشي شهرين؟ شهرين الحين. اي نعم. الولد عند امه. تقول كورونا بالنسبة لي كانت يعني شيء جميل وجوهرة جميلة ان ولدي صار يمي، وما صاروا انهم بين شد وجذب
على الياهل. فهذه أهم الحالات اللي مرت علي وبشكل إيجابي، وممكن إنه مثل ما يعني مثل ما قلت من قبل، الحياة مو وردية. أنا مو جاية أقول لكم ترى الكورونا كلها زينة، لا لا بس طبعا. أنا جاية أطرح إن في ناس استفادوا وأثمرت عندهم الكورونا، فبإمكان الجميع من الأسر البحرينية أن تثمر عندها هذه الأزمة. وهذا اللي إحنا نأكد عليه أستاذة، إن الكل أزمة. يعني إحنا المشكلة إن في ثقافة إحنا نتعامل مع الأزمة باعتبارها شيء مو زين. بالضبط. بينما كل أزمة لها وجه مفيد. بالضبط. اليوم إحنا استعرضنا حالات، وهذه الحالات تتحدث عن نفسها. بالضبط. يعني من خلال أستاذة إيمان الفلة. شكور أستاذة، ما قصرتي. الله يسلمك. وبيض الله وجهك. الله يخليك. مشاهدين احنا باسمكم نشكر اكيد الاستاذة ايمان الفلة، مدربة أسرية في مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري. مشاهدين، كورونا رغم اثرها السلبي نرجع ونقول على الكثير من المجالات، الى انها اضافت من جانب اخر شيء من الهدوء على بعض العلاقات. هاي على سبيل المثال العلاقات المتوترة اعطت فرصة لبناء بعض العلاقات ايضا في الأسرة الواحدة، وصار في مجال لابراز مهارات وقدرة كل فرد من هذه الأسرة. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر بإذن الله. في أمان الله.